حصل النهارده في محافظه سوهاج في مرفق السكه الحديد، ويعني خالص التعازي لاهالي الضحايا اللي توفاهم الله في هذا الحادث، وكل الدعوات بتمام الشفاء للمصابين في هذا الحادث الاليم. الحقيقه هذا الحادث حصل او حدث في الساعه 12 ظهرا بالظبط في منطقه الصوامع غرب في مركز طهطا في محافظه سوهاج، ما بين حادث تصادم ما بين قطارين، واللي هو أدى إلى الحالات الوفيات والمصابين اللي جاري حصرها حتى هذه اللحظة. الحقيقة بمجرد حدوث الحادث احنا عرفنا بيه بعديها بدقائق معدودة، وفخامة الرئيس كان توجيهاته مباشرة بعد الحادث بدقائق بأن كل أجهزة الدولة تحشد كل إمكانياتها علشان تتعامل مع تداعيات هذا الحادث وتوجيه كل الرعاية الممكنة للمصابين والتعرف على أسباب الحادث اللي حصل النهاردة. وخلينا أقول لحضراتكم، بمجرد ما حصل هذا الموضوع تم فتح غرفة الأزمات في مجلس الوزراء، وبدأنا ننسق مع كل الجهات المعنية في الدولة ونوجهها كلها عشان تتحرك فورا للتعامل مع الحادث. بمجرد ما حصل الحادث اتحركت عربيات المرفق الإسعاف لنقل المصابين، ويمكن معالي وزيرة الصحة تقول لنا بالتفصيل الأرقام اللي اتحركت من عربيات ومستلزمات لرعاية هؤلاء المصابين، وطبعا أيضا نقل الجثامين المتوفين من الحادث. واتحركنا كلنا على هذا الموضوع، وفتحت وتم في فورا توجيه كل مستشفيات اللي تابعة لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي من خلال جامعة سوهاج باستقبال كل الحالات وتعبئة وحشد كل الأطقم الطبية للتعامل مع هذا الحادث الأليم. الحقيقة بعديها على طول مباشرة يعني كان هناك أيضا توجيه من سيادة الرئيس بتوفير كل الرعاية الصحية ليهم، وتم بناء على توجيهات سيادته تحريك طائرة خاصة تابعة لقوات المسلحة لنقل الحالات المصابة الحرجة اللي هتستدعي تدخلات جراحية دقيقة ممكن ما تكونش متوفرة هنا وتحتاج انها تتعمل في القاهرة الكبرى. وبالفعل الطيارة وصلت، والنهاردة فعلا احنا بنحدد كل الحالات اللي موجودة في المستشفيات تمهيدا فعلا لانتقالها من خلال هذه الطائرة. الحقيقة اتحركت انا وعدد 5 وزراء من الحقيقة الوزراء في الحكومة، يمكن معايا طبعا زي ما حضراتكم شايفين بجواري معالي وزير التعليم العالي، وزيرة الصحة، وزير التنمية المحلية، وزيرة التضامن، وأيضا السيد وزير النقل هو حاليا في الموقع بنفسه عشان يدير ويتابع عملية إزالة طبعا الأثار المترتبة على الحادث، ويعني نشوف الوضع على الطبيعة علشان نطمئن ان احنا طبعا بقدر الإمكان إزالة تبعات الحادث ونعيد مرة أخرى تسيير حركة سيارات السكة الحديد وحركة السكة الحديد في هذا المرفق المهم جدا بالنسبة لنا. الحقيقة قمت أنا ومعالي السيد الوزراء والسيد المحافظ بزيارة عدد من المستشفيات هنا في المحافظة، واطمأنينا على حالة المصابين وإن هم بيتلقوا الرعاية الصحية المطلوبة. بالفعل اتعملت عمليات جراحية عديدة لحالات كبيرة، وكان في حالات كثيرة الحقيقة وقت حتى وأنا بقوم بالزيارة بالفعل هي داخل غرف العمليات وبيتعمل لها فعلا الإجراءات اللازمة، وهناك حالات أخرى يمكن كانت حالات أخف شوية وموضوعة تحت الملاحظة. فالحقيقة اطمأنينا على كل هذه الحالات. الحقيقة بعد هذه الزيارة للمستشفيات والاطمئنان على الوضع انتقلنا هنا للمحافظة واجتمعت مع السادة الوزراء وأيضا مع السيد المحافظ للحقيقة وضع التصور للتعامل مع تداعيات الحادث وأثاره على طبعا أسر الضحايا والمصابين نفسهم. ويمكن الحقيقة بناء على توجيهات فخامة الرئيس تم الاتفاق على مضاعفة أرقام التعويضات المالية اللي احنا المفروض عادة كانت بتصرف في مثل هذه الحوادث، بحيث ان شاء الله يمكن كل اجهزة الدولة مجتمعة هنتكلم على 100,000 جنيه لحالة الوفاة ومن 20,000 إلى 40,000 جنيه لحالات الاصابة طبعا طبقا لحالة الاصابة. الحقيقة يمكن كان احد اهم توجيهات سيادة الرئيس ان احنا لابد من التحقيق الفوري في اسباب الحادث، وسيادته وجه بتشكيل لجنة من جهات الرقابية والفنية المتخصصة، وبالفعل اللجنة دي بدأت أعمالها وإحنا واقفين دلوقتي وبالفعل هي موجودة. وأيضا
فيما يتعلق بالشق الجنائي، السيد النائب العام بنفسه وصل إلى محافظة سوهاج ومعه فريق من المكتب الفني للنيابة العامة، وبيباشروا دلوقتي من الموقع التحقيقات علشان يعرفوا ويحددوا الأسباب الحقيقية للحادث. ويمكن في هذا الصدد أنا حابب أن أنا أطلب مننا جميعا أن احنا ننتظر اللجان دي عشان تقول لنا بالظبط ايه سبب الحادث، لان على طول ابتدت بعض الاطروحات والكلمات من بعض الجهات بان بتقول مين السبب في الحادث. انا كل اللي بطلبه ان احنا نترك الحالة لكل اللجان اللي النهاردة مشكلة، سواء اللجان الفنية الرقابية اللي سيادة الرئيس وجه بتشكيلها، وايضا اللجان الجنائية اللي على رأسها النائب العام بنفسه، علشان هم اللي يحددوا لنا ويقولوا لنا ايه سبب الحادث. يمكن قبل ما اترك الكلمه لمعالي الوزراء معايا النهارده، السيده وزيره الصحه عشان تقول لنا بالتفصيل الوضع الصحي، وايضا السيده وزيره التضامن عشان تتكلم على التعويضات، انا حابب اتكلم على يعني هذه القضيه الخاصه بالحوادث الاليمه اللي بتواجهنا كل فتره. يعني كل فتره كده عدد من السنوات بنشهد حادث اليم في مرفق السكه الحديد. ويمكن يعني أنا هقولها بمنتهى الشفافية والوضوح، أنا كمواطن مصري قبل ما أكون رئيس للحكومة دايما كلنا يمكن بيبقى لسان حالنا جميعا كمصريين إلى متى الحوادث دي هتستمر. الحقيقة هذا المرفق، وخلينا أتكلم بمنتهى الأمانة، المرفق ده شهد عقود من الإهمال وعدم التطوير والصيانة للدرجة اللي هو وصلت فيه إلى حالة من التقادم والخطورة الشديدة. إحنا عندنا آلاف من الخطوط، آلاف الكيلومترات من الخطوط، عندما كانت أنظمة تحكم وإدارة بتعتمد في الأساس على العامل اليدوي والعامل البشري في العمل، سيارات وعربات وقطارات سكة الحديد، عربيات قديمة متهالكة انتهى عمرها الافتراضي بالفعل من عدد كبير من السنوات. ده كان الموقف اللي احنا كدولة يعني واجهناه وقت ما بدأنا نشتغل على هذا المرفق المهم جدا اللي بيخدم يوميا ملايين المصريين. هذا هو الحال اللي موجود عليه واللي بدأت فيه الدولة من حوالي 4 سنوات عملية التطوير. وعملية التطوير هنا عشان نقول لحضراتكم احنا رصدين مئات المليارات، وبالفعل انفق مليارات كثيرة جدا على عملية التطوير. ولكن مازال واحنا عارفين احنا لسه قدامنا المسار، لسه قدامنا فترة عشان نقدر ان احنا نخلص وننهي ونكمل كل الاعمال المطلوبة لتطوير هذا المرفق. وانا هنا بتكلم على حجم التعقيد، ان احنا بنشتغل في مرفق بنحاول نطوره وبنحوله للآتي عشان حضراتكم تبقوا عارفين: نحدث الخطوط بالكامل، نطور المزلقانات ونبقى نحولها الى مزلقانات الكترونية بدل ما هي كانت مزلقانات يدوية، بنطور نظم التحكم اللي هي كانت نظم يدوية او ميكانيكية عتيقة الى نظم كهربائية ونظم الكترونية. لكن الحجم ده هائل من العمل، عندنا عشرات الالاف من غرف التحكم، الاف الكيلومترات، عندنا النهاردة اسطول جديد من السكك الحديد اللي احنا بنشتريه والدولة تعقدت عليه بعشرات المليارات وبيتورط كل هذه الفترة. ولكن الموضوع كله النهاردة ما بقتش مشكلة التمويل بقدر ما هي مشكلة الوقت اللي احنا عايزينه علشان ننهي عملية تطوير هذا المرفق. المشكلة والتحدي الحقيقي ان احنا بنعمل عملية التطوير والمرفق شغال، لان كان وارد ان احنا ناخد يعني ما نقدرش ان احنا ناخد قرار بايقاف هذا المرفق اللي ملايين المصريين بيتحركوا عليه يوميا علشان اعمل عمليات التطوير. فالنهاردة عشرات الالوف من الرحلات بتحصل يوميا، ملايين المصريين بينتقلوا عليه يوميا. المشكله الحقيقيه طبعا ان لسه مع عمليه التطوير وان ما زال هناك عنصر بشري بيبقى موجود، بيبقى وارد مشكله الخطا، وهي دي المشكله يمكن اللي احنا بتواجهنا النهارده والتحدي الكبير، ان احنا بنطور وفي نفس الوقت مضطرين ان احنا نترك او نخلي المنظومه لازم تشتغل لانها بتخدم ملايين المصريين. فبنحاول بقدر الامكان نسرع الخطى بعمليه التطوير. الدوله ورصده ليها كل الموارد الماليه اللي موجوده، متعاقدين مع شركات عالميه وشركات محليه عشان تعمل عمليه التطوير. طبعا جائحه كورونا لما جت اخرت بعض اعمال التطوير من الخارج، اعمال كانت معدات ومهمات كانت تيجي، ومع ذلك ضاغطين على كل هذه الشركات علشان
نرجع تاني ونعوض تاني موعدنا اللي احنا كنا كلنا متفقين عليها في عملية التطوير. وبالتالي النهاردة اللي انا بقوله للشعب المصري كله، كلنا طبعا في ألم شديد لهذا الحادث، ولكن ما عندناش سبيل كدولة وكحكومة وكأجهزة في كل الدولة غير ان احنا نطور هذا المرفق. اهم شيء الدولة حاطة كل مواردها وبتحشد كل امكانياتها عشان تطوره، ولكن الموضوع بياخد وقت. واحنا طول ما احنا ماشيين في عملية التطوير مع عشرات الاف الرحلات اللي بتحصل وملايين البشر اللي بينتقلوا، للأسف احنا تحت تحدي ان من الوارد ان تحصل بعض الحوادث اللي مثل هذا الحادث الأليم النهاردة. لا سبيل قدامنا غير ان احنا نركز اكتر ونسرع اكتر عملية التطوير ان شاء الله في المرحلة القادمة، عشان بقدر الامكان نحيد العنصر البشري في عملية الإدارة والتحكم في هذه المنظومة، عشان يبقى عندنا اكبر درجة من الامان في حركة هذا المرفق المهم. دي يمكن الكلمة اللي أنا حابب أن أنا أقولها للشعب المصري النهاردة. ومرة أخرى خالص تعزينا جميعا، أعتقد كل جموع الشعب المصري والحكومة والقيادة، سيادة الرئيس يمكن بالفعل وجه كلمة في هذا الموضوع، بخالص تعزيه الحارة لضحايا هذا الحادث، ودعوتنا جميعا إن شاء الله للمصابين إن هم يتعافوا بأسرع وقت. وأنا بأكد للشعب المصري إن احنا لن نترك المتسبب في هذا الحادث بدون عقاب رادع إن شاء الله. بمجرد ما تنتهي اللجان من تحديد المتسبب، هتتاخد كل الإجراءات القانونية للتعامل مع هذا الموضوع، وبقدر الإمكان إن شاء الله يعني بإذن الله ربنا يكرمنا ونسرع عملية الخطب تنفيذ هذه المشروعات علشان نقلل من هذه الحوادث بإذن الله. اسمحوا لي أترك معالي وزيرة الصحة إنها تتكلم على الوضع الصحي.